ابتدينا ادي المنظر الحالي اللي عندنا. يا ضماطي لسه ما تشاليش الصوره يا ضماطي، انا مش فاهم. وانا يا ابني كل ما اطلع افتح حاجه ليه في وشي؟ لا ادي يا جماعه، وده شيء نفتخر بيه، ده نفتخر بيه كلنا يا جمال بيه، ده شيء نفتخر بيه. هو ده الصورة الحالية. لاحظوا معايا في الصورة دي، لاحظوا معايا في الصورة دي، الرصيف اللي قدام النادي، مدخل النادي 2 متر بس، 2 متر. فالاتنين متر دولت اللي داخل بعربية أو اللي داخل شال طفل صغير أو اللي طالع من النادي في خنقة، الناس يا عيني بيستنوا بعض عشان ده يطلع وده يخش، عشان ده يعدي وهو بعدين يعدي من كتر الناس، الناس مهذبة أعضائنا، فبيصير يعني بيساعدوا بعض. مش بس اعضائنا، المصريين كلهم ناس مهذبه، كلهم بيساعدوا بعض. لكن طب انت ما تحاول تساعدهم، ما تحاول تغير الشكل ده، ما تحاول تعمل حاجه تانية وتحل حلول احنا قريناها وبنشتغل عليها. لو شفنا الحلول دي نبص بقى على المنظر، المبدا بوابه النادي الجديده ان شاء الله، اللي هي بوابه النادي اللي هي ان شاء الله تم الاتفاق عليها خلاص، تم الاتفاق عليها خلاص. اتفضل ادي المنظر. الحقيقه يعني انا عملت ده ولسه في كذا صوره بس مش هقولها دلوقتي. انا اعوذ بالله يعني طبعا قلت انا كنت منتظر رد فعلكم، لان رد فعلكم ده ثقه لينا، ورد فعلكم ده لازم تفهموا يليق بيكم انتوا، يليق بالنادي الاهلي وبتاريخه. ده النادي، لوجو النادي، نسر النادي، الالوان اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بعد كده هتبقى موجوده في ان شاء الله في كل منشاتنا ومبانينا باذن الله. نشوف بقى منظور تاني برضه للبوابه، ده منظور من فوق. شوفوا الحته اتفتحت ازاي؟ اتحلت ازاي؟ انا بشكر طبعا دكتور ايمن كمان وجهاز المشروعات. اتحلت ازاي علشان الناس تدخل وتخرج بسهوله ويكون في بوابات الكترونيه كمان. نشوف منظور ثالث، ده من جوه النادي هيبقى الشكل عامل كده. وانت يا جماعه قاعد حضرتك في النادي جوه في كرسيك المفروض تستمتع بشكل كويس. هو ده النادي الاهلي اللي احنا المفروض جميعا نرتقي بيه، احنا واللي قبلينا واللي قبليهم واللي جايين. مش بتكلم على بس احنا يعني، بس احنا اهو جات لنا فرصه ان احنا نقدم ده. نشوف حاجه ثانيه كمان. ادي النادي الاهلي، خريطه النادي الاهلي في هذا الموقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي في الجزيره. اول يعني النادي الرئيسي بتاعنا في الجزيره. كويس؟ الباب اللي على النيل اللي هو حضراتكم موجود ده واضح النيل، في بابين جانبيين، باب بتاعه الاوبرا وباب الثاني اللي هو عند مستشفى المعلمين، وباب رابع اللي هو مدخل فريق الكوره الدرجه الجديد. اربع ابواب. هنشوف الابواب الفرعيه، احنا شفنا الباب الرئيسي. على فكره الباب الرئيسي مش في الجزيره، ده كل نادي في مصر، اهل الجزيره، اهل مدينه نصر، اهل الشيخ زايد، هيبقى كده. البوابات الفرعية، نشوف شكل البوابة الفرعية هو عامل ازاي. ده الشكل العام للبوابة الفرعية، بوابة صغيرة، وده الشكل العام بتاعها. وده منظور آخر يعني بشكل علوي للبوابة برضه الفرعية. بعد البوابة الفرعية طب خلاص احنا وصلنا للبوابات، ايه بقى للأسوار؟ أسوار النادي، هل أنتوا راضيين عنها كده؟ هل الناس دلوقتي راضيين عنها والسلك الشايك واللي مش عارف بقى؟ أقول لكم حاجة وأنا غلطان. أنا كعضو مجلس إدارة سابق كنت غلطان. بس ما كانش عندنا نقدر نعمل ده دلوقتي، احنا نقدر نعمل ده دلوقتي بفكر جديد اللي انا حكيته وتمويل جبناه مجلس اداره الاهلي اللي جابه، مش حد تاني اللي جابه، فكر فيه. عشان كده احنا فكرنا في الاسوار، طب احنا بنصرف، طب انا عايز كمان اجيب فلوس، اعمل شخصيه الاهلي ونعمل شخصيه النادي الاهلي ونفكر فيها. على فكره لما الناس تشوف البوابات كده وتشوف كمان الاسوار اللي انا وراكم دلوقتي عامله كده، ده بيزود القيمه. معنى انه يزود القيمه ده يعني بدل ما هي التذكره اللي بتخشوا بيها ب 20 جنيه، لا اسفين هتبقى ب 50 بقى. ده انا بس مثال ازاي نقدر نجيب فلوس بقى. ممكن ما تبقاش 50 عشان ما تتخضوش، ممكن تبقى 21 مثلا. 21 كفايه. انا عشان كده نبص بقى على اسوار النادي اللي احنا برضه فكرنا فيها ازاي.
والناس نفذوها طبقا لرؤية الله. عندكم ناس بتفكر وعندكم ناس بتقول رؤى، وده مهم جدا عشان ما حدش يفهم انه جاي برؤية. لا، الاهلي هو صاحب الرؤى وصاحب الافكار اللي جاي يستثمر وبتاع، ده موضوع تاني هنتكلم عليه. نشوف الاسوار. ادي سور النادي الاهلي، بوابه دي، ده على فكره دي بوابه فرعيه مش رئيسيه، دي البوابه الفرعيه. هيكون السور كده، ونامل باذن الله ان احنا يعني نحصل على التراخيص اللي لازم نخلص الموضوع بهذا الشكل. الاعلانات دي مصدر يعني دخل كويس، ويشاركنا كان في محافظه، لان المحافظه اتكلمنا وقعدنا، وهنيجي برضو صوره المحافظ معانا، واتفقنا حتى على نسب الايراد بتاع الاعلان ايه للمحافظه وايه للنادي الاهلي. اتفضل، ادي الاعلانات هو بالشكل دوت حسب هنا برضو قلنا عايزين نستغل سور النادي في مدينه نصر، والناس لو في حد هنا في مدينه نصر اشوفه يعني 100 100. شكرا. مدينه نصر البوابه اللي ورا الحقيقه ضلمه، وانا ايام الانتخابات واحده ست انا شفتها بتجري في الشارع، شنطتها اتسرقت، اتخطفت وجريوا بيها، ضلمه. فلازم نفكر ازاي، ففكرنا في الحل ده، ونامل عشان تبقى كلامي واضح، نامل ان احنا ان شاء الله ننفذه، ان احنا عايزين استغلال السور ده. ادي نادي النصر، ده البوابه الرئيسيه، يبقى المنظر عامل كده. البوابه الخلفيه اتمنى نصل لده. لو ما وصلناش ده هيكون في حل اخر ينور المنطقه ازاي باذن الله. اتفضل. هنا بقى نخش على المبنى الاجتماعي بتاعنا اللي انا اول مره ادخله كعضو مجلس اداره، دخلت وانا سنه 88، واول مره ادخله كلاعب عشان امضي استمارات للنادي الاهلي مع الكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه وكابتن فتحي نصير، كان سنه يعني 69 70. المبنى الاجتماعي بتاع النادي الاهلي زي ما هو من يوميها لغايه النهارده زي ما هو، مش بحمل حد حاجه، لان انا كنت واحد من اللي كنت اعضاء مجلس اداره، بس كان الامكانيات ما تسمحلناش، او الرؤى او الاسلوب او طريقه العمل او طريقه جذب استثمارات، عشان كده احنا عايزين استثمارات كبيره جدا جدا يعني. ادي المبنى الحالي ده، بصوا عليه كويس، ادي المبنى الحالي اللي احنا يعني فكرنا عايزين نطور المبنى ده ونستغل المساحات اللي فيه. نبص، اتفضل، ادي الشكل، ده الشكل اللي هيتنفذ ان شاء الله فورا ان شاء الله، وده الشكل الليلي، منظر ليلي باذن الله، برضو الناس هتشوفه فورا ان شاء الله، بعد ما يعني ياخد كام شهر هنقول لحضراتكم عليه. هنا ادي الرسم الداخلي، قعدنا على الرسم الداخلي برضو الساده اعضاء مجلس اداره، كل واحد قال فكرته، نستخدمه ازاي، نوسع المساحه ازاي، نعمل ايه لكبار السن، عشان كده احنا المنظور الثاني هيبان، استخدمنا مساحات اكبر، وكمان عملنا اسانسير جوه المبنى للساده كبار السن او الساده ذوي الاحتياجات. ده مهم جدا نفكر في ابهاتنا وامهاتنا الكبار، ونفكر في اولادنا اللي ربنا اراد بيهم ان يكونوا ذوي احتياجات. ده الشكل العام للمبنى الاجتماعي. برضو من خلال برنامجنا اللي فات،